هذه كلكم تتذكروا في الحادثة تاع سيبو مدير رحمه الله الزعيم الراحل، لما جا يدشن قرية فلاحية ست فلو في الدخلة سجر، كأنهم سجر غرسوهم باش لتجميل المحيط، وهي كلها سجر تغرست في الليل، ولكن ما جاوش جاو يلعبوا معاه، قبض شجرة هكا حطها ورماها ليهم، غادي نروحوا نلعبوا مع انتاجكم، ما تلعبوش معانا. السينما هذه انتهت، المواطن ما راهش طالب المعجزه.